الان كنتواجدوا مع واحد الفرقه فولكلوريه غادي نحاولوا نتعرفوا عليها. قول لي سميت الفرقه ديالكم. هوبي القبيله الدومينية ارفود. متشرفين. المشاركه ديالكم في هذا المهرجان بعد الاسم كان محمول الجكاني فاعل جمعوي واطار تربوي وباحث التراث المادي. المشاركه ديالنا اولا بعدا كنشكركم على اتاحه هذه الفرصه صحه، كنشكر الاخوه الصحفيين ديال القناه ديال الوكاله اللي عطاتني هذه الفرصه لاماطه لي تم على واحد النوع التراث ديال المادي من المغرب. بالنسبه لهذه الرقصه ديال هوبي هي القبيله الدومينية وهي تاتي على شكل هلال نسبه القبائل بنو هلال، وهي الرقصه الوحيده في المغرب التي لا تعتمد على الاله كما تلاحظون، يعني الاله لا تستعمل. اذا كاين هناك واحد التنسيق في الرقصه بين التصفيق بالايدي والارجل والصوت، كذلك الرقصه كما تلاحظون انها تكون وسط فرقه. بالنسبه للباس هو لباس تقليدي عريق كما تلاحظون، وهي رقصه قديمه للقبيله. اذا اخذنا المشعل عند القبيله وحافظنا على التراث الذي هو التراث اللامادي للجنوب الشرقي ولذرع التافيلات وللوطن الحبيب المغرب. شحال المده وانت كتمارس هذا المهنه؟ بالنسبه لي انا هذه الرقصه هذه اكثر من 30 سنه في الاعراس والعادات والتقاليد. هذه الرقصه تمارس في الاعراس. واش كتشارك في مهرجانات اخرى؟ مهرجانات هي فعلا جهويه ومحليه، وكنتظروا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نجي فرصه باش نشاركوا في شي مهرجان وطني ان شاء الله. وهذه فرصه اللي تحتوا لنا باش انتم تساعدونا في المشاركه في شي مهرجان وطني ان شاء الله. كنتمنوا ان غادي نشوفكم ان شاء الله في شي مهرجان دولي ان شاء الله مع الفرقه ديالك. فتحيه لكم وشكرا لكم، والمشاركه ديالكم كانت فعاله وتبارك الله عليكم. كنشكركم ونتمنى لكم التوفيق في المهام ديالكم الصحفيه، مهنه المتاعب وعوده ميمونه ان شاء الله المكان ديالكم. مرحبا بكم في ارفود بلاد التمور ومنطقه ترعى التافيلات، وشكرا. شكرا. Oh,